الأب والأم وما علوا، الأخ والأخت وما نزلوا، والعم والعمة والخال والخالة. هؤلاء لا يمكن أن تقطع حتى لو أسفوك التراب، حتى لو ضربوك الليل والنهار، فهؤلاء رحم، والرحم معلقة بهم. ما في هذه، ليس لك خيار، ما تستطيع تقول أنا أقطع في عمي أو في أبوي أو في أختي، حتى لو كان سيئا، حتى لو كان يطردك أروح أسلم عليه يطردني أرجع. معاشرة بالمعروف معهم. المهم هؤلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق هؤلاء من قطع هؤلاء فهو قطع الرحم، ويقول صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم إذا جلس مجلسا نزعت الرحمة.